نعم، نواصل تقديم هذا الدرس، درس عموميات حول الدواء العلمية، وسنتطرق في هذا التمرين التطبيقي لتحديد مجموعة تعريف بعض الدواء العلمية. نعم، التي سنصادفها في هذه السنة وفي السنوات القادمة إن شاء الله، ونعطي بعض النماذج، ثلاث نماذج لهذه الدواء. نعم، أنتم قبل المشاهدة حل حاملوا إيقاف الفيديو وقوموا بتحديد مجموعة تعريف هذه الدواء. نعم، وهنا سأشرح في تحديد هذه مجموعة تعريف هذه الدواء. نعم، نبدأ بالمثال الأول. نعم، كما قلت سنتبع هذه الطريقة المنطقية أو هذا التسلسل المنطقي ليكون إكس ينتمي إلى إف. لدينا إكس ينتمي إلى دي إف في الحالة الأولى. إكس ينتمي إلى دي إف يعني ماذا يعني؟ إكس ينتمي إلى دي إف يعني أن ما من داخل الجذر موجب. نعم، 3 ناقص 3 إكس مثلا سنسمي هذه الحدوديه هي حدوديه من درجه ثانيه نسميها بي اكس. نعم، اذا هذا ينافي ان بي اكس اكبر او يساوي الصفر. ففي المثال السابق الذي كان عباره عن جذر مربع داله انفيه يعني حدوديه من درجه اولى، كان البحث عن شرط على اكس سهل فقط، معالج الى جهه والمجاهيل الى لكن هنا حدود الدرجة الثانية، فهنا سنبحث عن حلول هذه المتراجحة أو سنحدد إشارة جذر إشارة الدالة الحدودية بي، والأماكن التي تكون فيها هذه الحدودية موجبة فهي مجموعة تعريف الدالة إف. لنحدد جدول إشارة إف عفوا بي. نعم، لتحديد جدول إشارة حدودية من الدرجة الثانية نحسب نميزها بدلتا. نعم، كتعبير كتكرر تعبير دلتا هو بي أس تان ناقص 4 أس يساوي بي أس تان بي في هذه الحالة لدينا يساوي ناقص 3 ناقص 3 أس تان. نعم، ناقص 4 في أ أ يساوي ناقص 3 في سي سي يساوي زائد 6 يعني 6 تساوي ناقص 3 أس تان عدد الأس على الزوجي إذا تساوي على الموجب 9 ناقص ناقص زائد وهنا لا بأس به إنجاز هذه العملية 4 في 3 في 6 4 في 3 12 في 6 نعم تساوي 60 72 81 إذا هذا المريض موجب أكبر قطعا، إذا بي تقبل جذرين، إذا بي تقبل جذرين إكس واحد يساوي واحد إكس اثنين يساوي، إذا تعبيره هو ناقص بي زائد جذر دلتا على اثنان أ، إذا لاحظ معنا ناقص بي ناقص ثلاثة ثلاثة زائد جذر دلتا جذر واحد وثمانون مقسوم على اثنان في أ، هنا يجب أخذ إشارة بعينتين أ هو هذا الكم ناقص 3 في ناقص 3 إذن يساوي 3 زائد جذر مربع ثاني يعني زائد 9 3 زائد 9 مقسومة على ناقص 6 إذن تساوي 12 مقسومة على ناقص 6 هي ناقص 2 نعم نفس الشيء بالنسبة للحل التالي هو نفس التعبير لكن هنا ناقص 3 ناقص 0 مربع 81 مقسومة على 2 في ناقص 3 إذا تساوي إذن 3 ناقص 9 ناقص 6 على ناقص 6 إذا تساوي 1 إذا نستنتج جدول إشارة هذه الفعلة سيكون على هذا الشكل إذا جدول إشارة هذه الحدودية بالدرجة الثانية سيكون على هذا الشكل إذن إكس لاحظوا معي هنا هذا إكس الذي ينتمي إلى ها فهنا لاحظوا معي هذه الكتابة فقط هي للشرح فإكس هنا لا ينتمي إلى دي إف فإكس ينتمي إلى ما بين هذا واخذين إكس ينتمي إلى إف أما هذه فقط هي للشرح الشروط التي يجب أن يحققها إكس بحيث تكون إكس ينتمي إلى إف فنحن باقي تابعين لهذا المعطى إكس ينتمي إلى إف إذا المجموعة التغييرية هي إف كامل ناقص ثانية إف تزايد ثانية نعم في إكس
يعني غادي يشوف التغير في الاكس كيفاش غتغير مع اشاره الداله خليه بي. يعني غناخذ الجذرين ما بين الجذرين كما شفتو عكس الاشاره هو خارج الجذرين اشاره يعني الجذرين عندنا واحد ناقص اثنان فنضرب ما بين القوسين تاخذ الترتيب ناقص صغير ناقص اثنان هنا هو واحد اذا كان اكس يساوي ناقص اثنان او واحد فراه بي اكس غتساوي الصفر صفر يعني خاصكم تعلموا تقراو هذا الجدول إذا كان x يساوي ناقص 2 فبي x يساوي صفر، إذا كان x يساوي 1 فبي x يساوي صفر كذلك. بين الجذرين إذا كان x ينتمي إلى هذا المجال طبعا إلى هذا المجال فإشارة بي x هي عكس إشارة A. إذا كده A مو سالبة عكس إشارتي هي موجبة. خارج هاتين المجالين فعندنا إشارة A. A هو ناقص 3. إذا رجعوا لهذا المعنى هذا هذا العباره اكس ينتمي الى يعني ان ما بين خارج الموجب فين غادي يكون هذا الشيء موجب في اكس موجب يوافق على اكس في هذا المجال اذا دي اف هي المجال ناقص 2 و 1 تحت المعيار اكس ينتمي الى اف يكون فعلا بي اكس اكبر او يساوي صفر داخل هذا المجال المفتوح لدينا بي اكس اكبر قطعه من الصفر في هذين العددين بي اكس يساوي صفر ولكن هنا فقط حنا نريد x اكبر او يساوي صفر اذا المجال مخلط نعم بالنسبه للمثال الثاني ف x ينتمي الى مجموعه تعريف هذه الداله يعني ان ما بداخل الجذر هو عدد اول شيء عدد موجب بل لكي يكون عددا يجب ان يكون حقيقيا كذلك وهذا المقام يخالف صفر والخارج يخالف عفوا الخارج موجب يعني يكون x ينتمي الى x ينتمي الى f لدينا x ينتمي الى df نعم x ينتمي الى df ماذا يعني؟ يعني ان هذا عدد حقيقي ما معنى عدد حقيقي؟ يعني ان المقام خاصه يكون يخالف صفر والخارج يجب ان يكون عددا موجبا اذا 2 اكس زائد 5 يجب ان تخالف صفر وهذا يجب ان يكون عددا موجبا ناقص 3 اكس زائد 6 مقسوم على 2 اكس زائد 5 هذا العدد يجب ان يكون اكبر او يساوي صفر نعم اذا سنقوم بحل هذه المعادله او لا انت غادي يكون هذا الشكل ناقص وهنا سنحل هذه المتراجعة بأبسط طريقة وهي تحديد جذر الإشارة خارج هاتين الدالتين أو الحدانيتين لدينا علمنا نعم إكس ينتمي إلى إف زائد نهاية سنحدد أولا جذر الإشارة 3 إكس زائد 6 نحسب زائد 6 وبعد ذلك جذر الإشارات 2 x زائد 5 نعم وهنا سنقوم بتحديد جذر الإشارات خارج هذا نعم 2 x زائد 5 فهذه حدانية للدرجة الأولى وتبع على شكل x زائد b فهذه العدد فهذه الجذرية أو هذا التعريف هي العدد في ناقص b على يعتبر هذا هو A وهذا B فهذه الحدودية تنعدل في ناقص B على A يعني ناقص 6 على ناقص 3 تساوي 2 فهذه غادي نعدلها في 2 شوفوا هذه اللي غادي نعدل في ناقص B على A يعني ناقص 5 على 2 إذا غنصرفوا هذه ناقص 5 على 2 هذا هو العدد اللي غادي نعدل فيها الحدودية مادام غادي نعدل فيها الحدودية خلوا هذه الشيء بعد وهذه غادي نعدل بها في 2 نعم لاحظوا معي هنا انعدام البسط انعدام البسط يعني انعدام هذا الخارج اذا هذا الخارج غينعدل منه الخارج غينعدل في هذا في اثنان وانعدام المقام يعني هذا التعريف هذا المعرف ليس كما قرات هي على تعريفا وبالتالي كنغير هذا الشرط فمعنى ذلك ان هذا التعبير غير معرف في هذا العدد لاحظوا معنا حدودية او حدانية حدودية الدرجة الاولى فبعد الجذر
ا هو اللي تيفرض الاشاره ديالو بعد الجذر. ا هو اللي تيفرض الاشاره ديالو يعني اشاره تكون عندنا ناقص قبل الجذر كتكون عندنا عكس اشارتها زاد سي. نفس الشيء بالنسبه لهذه الحداديه بعد الجذر يعني هذا كيف فتجها اشارتهم هي اشاره ا هو اللي تيفرض الاشاره ديالو اذا مثلا عندنا زاد وقبل الجذر العكس اشاره ا يعني ها يساوي 2. لاحظوا عندنا الخارج غيكون هذا موجب هذا سالب اذا خارجهما هو سالب نفس الشيء هنا هو موجب وهنا سالب وبالتالي لاحظوا معي هنا هذا اكس ينتمي يعني ان هذا يخارج الصفر ينتمي يساوي الصفر يعني في هذا تمام ولكن ضمنيا هذا اذا ما جوش شروط وهذا الشيء موجب في هاي كانت شنو موجب إذا نكمل هنا خليو هذا حتى نلبسها إذا دي اف يساوي إذا دي اف يساوي اتحاد هذين المجالين ولكن عدم انتماء هذا العدد لمجموع التعريف يعني يساوي مجال نصف مفتوح ناقص 5 على 2 فبدأت القراءة من هنا فقلت نصف المجال المفتوح ناقص 5 على 2 ولا مثلا تقول نصف مجال المغلق مفتوح للجهه الاخرى نعم لا ينتهي هذا لا ينتهي فهم بين المثال الثالث تمام لو تتمكنوا من حل هذا الامتناع سابقا فاعملوا بايقاف الفيديو واتبعوا نفس الخطوات السابقه نعم ثالثا ليقول اكس ينتمي الى اخر يكون x ينتمي الى r لدينا x ينتمي الى df f هي الفتحه هذه ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ يعني ان المقام عدد قادر نحسبه عدد ويخالف صفر فلاحظوا معي ان هذا العدد 2 يساوي 5 x ينتمي الى r ان هذا ينتمي الى r والقيمه المطلقه كما علمتم اننا قادرين نحسب القيمة المطلقة لأي عدد فهي مسافته عن الصفر نعم فكل عدد يمكن أن يمتد أو بمثال آخر هذه القيمة المطلقة هي العدد تساوي العدد إذا كان العدد موجبا وتساوي مقابل العدد إذا كان العدد سالبا وبالتالي لها قيمة وحيدة اللهم في حالة الصفر في حالة الصفر يكون موجبا وسالبا في نفس الوقت لكن نأخذ الصفر وناقص الصفر فصفر ناقص الصفر وناقص الصفر مع العدد متساويه وبالتالي هذا العدد عدد 100 اذا هذا شرط حساب هذه القيمه المطلقه هو ان هذا الاكس خاصه ينتمي الى لا تدخل معي شرط هي فقط شرط ان المقام يخالف الصفر نعم اكس ينتمي الى دائما يعني ان 2 اكس زائد 7 قيمه المطلقه لهذا العدد ناقص 2 يخالف الصفر يعني ان كملوا اذا دوز للشرطه كتولي 2 اكس زائد 7 القيمه المطلقه تخالف 2 فلاحظوا معي غادي ناخذوا بها الخاصية هذه خاصكم تردوا معها هذا مزيان فالقيمة المطلقة لـ A تساوي القيمة المطلقة لـ B ماذا يعني هذا؟ يعني أن هذين العددين لهما نفس القيمة المطلقة والقيمة المطلقة هي المسافة عن الصفر وبالتالي لهما نفس القيمة المطلقة أشكال أنهما متساويان أو متقابلان لهما نفس المسافة عن الصفر يعني أنهما متساويان منطبقان أو لا متقابلان يعني أن A يساوي B أو A يساوي ناقص B هذا معنى تساوي القيم المطلقة ولكن ما عندنا اختلاف اثنان راهي قيمة مطلقة اثنان تساوي قيمتين مطلقتين ولكن هنا في هذه الحالة عندنا اختلاف قيمتين مطلقتين وبالتالي لاحظوا معي سأشرح هذا قيمة مطلقة لB تخالف قيمة مطلقة لA هذا يعني أن عددين ليس لهما نفس القيمة المطلقة لاحظ لهما نفس القيمة المطلقة يعني أنهما متساويان أو متقابلان ما عندهمش نفس القيمة المطلقة شنو يعني؟ أنهما غير متساويين وغير متقابلين فهذا يعني أن A يخالف B و A يخالف ناقص B لا هما متساويان ولا متقابلان ولكن ربما هنا هذا روابط منطقية هنا ولكن في هذه الحالة عندنا أول لا غادي يكون عندنا اختلاف كبير بين استعمال هذين التعبيرين
اذا القيمه المطلقه كما لا تخالف القيمه المطلقه يعني ان اثنان اكس زائد 7 يخالف اثنان نعم متساويش هو هذه المتقابلين يعني اثنان اكس زائد 7 يخالف ناقص اثنان او لو ممكن نستعمل لما لما كتعني هو نعم يكافئ او لا يعني نتعامل مع نفس التعامل ديالنا مع حدوديات عفوا معادلات من الدرجه الاولى 2 اكس يخالف دوز 7 جرات ولي ناقص 5 وهنا هو و 2 اكس يخالف دوز ناقص 7 جرات ولي ناقص 9 ناقص 2 ناقص 7 هي ناقص 9 هذا يعني ان اسمع علينا تولي اكس يخالف ناقص 5 على 2 وهنا اكس يخالف نعم هو لما كتعني هو ممكن نستغني على كتابته لان لما في استعمالها في العمليه تعني هو واكس لا يخالف ناقص 5 على عفوا ناقص 9 هذا التالي ناقص 9 على 2 وبالتالي اذا مجموع التعريف الاعداد التي يمكن حسابها بصورتها بالدلائل هي الاعداد التي تحقق هذه وتحققها بالعباره يعني تحققا الى غير ذلك غادي نمشيو في الوصول حساب القدرة على حساب صورة F يعني القدرة على حساب صورة X يعني أن X يخالف هذا العدد أو هو يخالف هذا العدد ماشي أو يخالف هذا العدد هو هذا العدد وبالتالي X أش يعني مجموعة التعريف عفوا الدال تساوي F كاملة ونحيدو نجد على هذا غناخذ المجموعة المكونة ناقص 5 على 2 وناقص 9 على 2 نعم بهذا تكون قد وصلنا إلى نهاية هذا التطبيق في الفيديو اللاحق إن شاء الله سنتكلم عن تساوي دالتين عدديتين وكذلك منحنى دالة عددية نعم السلام عليكم ورحمة الله